مرحبا أصدقائي، مجددا سبق وحكينا عن كيف منشوف إذا علينا مخالفات، سواء مخالفات ميتور أو مخالفات سيارة عن طريق الإيدوليت بفيديو سابق، راح أحط لكم رابطه بأسفل الوصف. وحكينا بهداك الفيديو أنه في فيديو تاني عن كيفية دفع هاي المخالفة والاستفادة من 30% من الحسم يلي بيجينا. كيف مندفع المخالفات؟ خلينا نشوف سوا. منفوت على المتصفح بالجوال أو على الكمبيوتر، منكتب ebttavime.com وبنكبس على زر الدخول. راح احط لكم رابط هذا الموقع بصندوق الوصف. بعدين بننقر على هدول الثلاث نقاط. من هون بنختار ترافيك جيزاس اوديمي، يعني دفع مخالفات المرور. من هون بنختار جاتشي كيشي، يعني نحن شخص ما لنا شركة ولا مؤسسة. بنحط رقم البلاكي وبنحط رقم التيجي. بعد ما حطينا رقم البلاكي ورقم التيجي، بننقر على هذا الزر اللي هو ترافيك جزاس الصور جولا، يعني الاستعلام عن وجود جزايات. فهون ممكن يطلع لنا جزا وندفعه، وممكن يقول لنا ترافيك برا جزانز بولون وطا، يعني لم يتم العثور على مخالفات. هاي ما تعني انه ما في مخالفات بالضرورة، ممكن يكون في مخالفات بس لسه ما نازلة على السيستم. فمننقر على بيان لأوديمي ومنعبي هذا النموذج. اول حقل فيه تيجي كيملك نمرس رقم التيجي، ثاني حقل اد سوياد يعني الاسم والكنية، ثالث حقل البلاكي رقم البلاكي تبعت السيارة او الميتور، رابع حقل الادرس منجيبه من فاتورة الكهرباء او المي، خامس حقل التوتناك سيري نمرس، هاي بتجيبها من المخالفة اللي لقيت على اي دولة، بتلاقي هناك في حقل هيك اسمه. الحقل اللي بعده توتناك دوزين لمي تاريخي، يعني قيمة التاريخ يلي تنظمت فيه المخالفة، بتلاقيه على الاي دولة ايضا. الحقل اللي بعده والاخير يلي هو التوتناك تبلي التاريخي، اذا كنت انت مبلغ بالمخالفة من قبل فبتحط التاريخ اللي تبلغت فيه، اذا ما انك مبلغ حط بتاريخ اليوم بحيث يطبقوا لك الحسم يلي بصير على المخالفة. والجزا توتر ايضا بتلاقيه من الاي دولة. بعد ما نعبي كل هاي الامور نكبس على سورجولا او الاستعلام. منلاحظ هون انه طلع لي انه انت مخالفتك 132 ليرة اساسا، كونك انت دفعت من بعد تاريخ التبليغ ب 15 يوم، اقل من 15 يوم، فهي راح تصير 99. فرح نكتب الى لي، مننزل لتحت بيطلع لنا هون معلومات الدفع. لحتى تدفع عن طريق الكرت فبدك اربع شغلات: اسم وكنية صاحب الكرت، رقم الكرت المؤلف من 19 خاني، تاريخ الانتهاء، والسي في سي اللي بيكون مكتوب على الوجه الخلفي لا الكرت. واهم شيء هون تتأكد من ادخال الايميل بشكل صحيح، لانه رح يبعثوا لك وصل الدفع على بريدك الالكتروني. وبهي الطريقة يا جماعة بندفع جميع مخالفات السيارات والميتورات بتركيا عن طريق الانترنت بدون ما نروح على المالية ونضيع وقتنا هناك. كان هذا كل شيء بدرسنا لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تشاركوا هذا الدرس مع رفقاتكم، وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد.